راضي انت اليوم كريم تدلاوي على مسارك الفني؟ لا لانه صدمتيني، اسمح لي، صدمتيني بالجواب. جوابك صدمني. ما راضيش على النتيجه. بالنسبه للمجهود اللي بذلت، بالنسبه لكل ما احمله من بركان، من اشياء، من ابداع، من تصور، ما راضيش على النتيجه. ما راضيش على النتيجه. الخالات من شكون؟ وما راضيش كاع المجهود ديالي انا. ربما الغلط منك. لا الغلط مفرق. عندي نسبه، لانما ربما كان خصني نكون اكثر قتاليه. ربما اثرت بعض المرات بطريقه مبالغ فيها ربما كرامتي و عزة نفسي. علاش اللي ناجحين ما عندهمش كرامة وعزة نفس، ولا اللي راضيين على المسار الفني ديالهم؟ لا أنا ما كنعرفش الظروف ديال كيفاش الناس الآخرين يعني تجاوزوا بعض المواقف، ما عرفتش. إنما أنا اللي نقدر نحكم عليه شخصيا واللي كنعرف بالذات هو المواقف اللي عشتها أنا بالذات. وي فهذا نقدر نحكم عليها. كتقول بأن بسبب الكرامة ديالك اليوم كريم تدلاوي ما راضيش على المسار الفني ديالك. ما راضيش مشي على المسار، ما راضيش على النتيجة. النتيجة اللي كان خصها تكون من بعد هذا المسار كله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.